نجارات ليل ضرانايت نشكي لكم تعذروني رحلوا علي الحبايب. بسم الله الرحمن الرحيم. شاعر لطفي حسيني من مواليد 9 اكتوبر 1974 بعنابة، حصل على شهادة البكالوريا في شعبة الآداب والفلسفة. لما وصل التعليم الجامعي لأسباب مهنية، الشعر بالنسبة لي هو في الحياة اليومية نتاعي. كتبت في بداياتي في الشعر الفصيح في البحور الفصيحة، ولكن ما شفتش روحي، لم ألقى نفسي. الشعر هو في حقيقة الأمر هو يبلغ رسالة. أنا شفت باللي رسالتي نقدر نبلغها في كتابة الشعر الملحون. فقمت بدراسات عصامية، نقلت إلى بعض المدن كمستغانم وجزائر العاصمة، وحتى إلى ولاد جلال وكيف وحول الشعراء الملحون، وخديت منهم بعض الأسرار، هم يسموها أسرار، وهي أغراض الشعر وكذلك أنساق الشعر الملحون. فعرفت باللي أن الشعر الفصيح اللي يكتب في 16 بحر، وإنما الشعر الملحون هو له بحور أخرى أو أنساق أخرى اللي هي 7 أنساق. ونحن الآن رانا نكتب في الشعر الملحون، وعندنا مشاركات في الأمسيات الشعرية على مستوى ولاية عنابة وحتى في الولايات المجاورة، كما احتكاكي كذلك بفنانين الأغنية الشعبية، وتقريبا أغلبية الفنانين الشعبي كذلك. عندي حصص إذاعية كثيرة مع الأستاذ رشيد سعيدي في الحصة، هي حصة شعبية تعنى بالفن الشعبي. كذلك مشاركتي في المهرجان الوطني للأغنية الحضرية مع ورشة الموسيقى لدار الثقافة محمد بوضياف، وين تلاميذ الورشة الأستاذ نصر بالغيدي، وين طلب مني نص وقام تلحين وأداوه تلاميذ الورشة في بمناسبة المهرجان الوطني للأغنية الحضرية. وأنا في النشاط اليومي حاليا مفكر باش نخوض تجربة ندخل الإعلام أكثر من خلال الفيديو كليب وكذا، حتى نوصل الرسالة أكثر، وأكتب كذلك بعض النصوص الخفيفة للفنانين مثل الفنانين المألوف، مثلا كالفنان كمال بناني، كذلك الفنان مبارك دخلة، وكذلك حتى لا أنسى دائم المطالعة مهمة جدا في حياة الأديب بصفة عامة أو الشاعر بصفة خاصة، لأن المطالعة هي عبارة عن بنك للمفردات. إذا كان الشاعر متمكن أو متحصل على أكبر عدد ممكن من المفردات، يقدر هذه المفردات هي اللي يقدر باش يعبر بها وكذا، ويستعملها كأدوات لتعبير باش يعبر بها عن غرض شعري ما وكذلك. وخاصة نحن نعيش في هذه الحقبة هذه، وحنا كمثقفين نرى الأوضاع كما لا يراها الناس الآخرين. كل واحد يرى الأوضاع السياسية خاصة من عينه، من نافذة معينة، ونحن هنا لازلنا نكتب أكثر، نميل أكثر للطبع الاجتماعي أو الأغراض الاجتماعية باش نقدر نوصل الرسالة تاعنا ونشخص الأوضاع أو الأمراض أو الحلول أو كذا في قصائدنا البسيطة اللي هي قصائد بالشعر الملحون لغة الشعب كذا. وهذا هو الهدف نتاعي، أني تحولت من النص الفصيح إلى نص الملحون.